ابن سارة الودعاني يخطف قلوب المتابعين ويتفوق على الأطفال اللبنانيين. ليست المرة الأولى التي يشاهد فيها متابعو خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني على سناب شات ابنها سعد، فدائماً ما تشارك حياته معهم وتنشر له العديد من الفيديوهات الجميلة على سناب شات وإنستغرام، وتلاقي هذه الفيديوهات العديد من التعليقات الطريفة. شلون قمت من النوم؟ احنا نومناك، شلون قمت؟ تخيلوا منومينا خلاص الساعة 8 وقت نوم على اساس يصحى بكرة. ناظرني شلون قمت؟ شلون قول بسم الله الرحمن الرحيم، قوم يلا بسم الله الرحيم. ها جدي مش في جدي مش في جدي بينام جدي جدي وش تبي جدي؟ بسم الله على ولدي، بسم الله على قلبي. ايوه تنشر سارة فيديوهات لابنها سعد وهو يقوم ببعض التخريبات كما يقال، أو يتعلم بعض الأشياء، ويخطف سعد دائما قلوب الجماهير بإطلالاته وحركاته الجميلة. حلو الرجلين. سارة عكس المشاهير الخليجيين، فمثلاً قلما نرى المغنية أحلام تشارك جمهورها بصور أولادها، فهي تنشر صوراً مع زوجها أكثر. ويمكن أن نشبه سارة الودعاني بالفنانة نانسي عجرم أو المغنية سيرين عبد النور، اللتان دائماً ما تنشران صوراً وفيديوهات طريفة لأولادهما وتشاركان جمهورهما بنشاطهم وحياتهم الخاصة. شو عملت؟ مين لعب بالترابيط؟ بالزريعة؟ نكشت الزريعة؟ هاي؟ هاي شو عملت بحالك؟ شو هيدا كاكا؟ وين كاكا؟ يذكر أن سارة الودعاني هي خبيرة تجميل سعودية متزوجة من رجل الأعمال السعودي عبد الوهاب السياف منذ العام 2018، وأنجبت ابنها سعد في 20 شباط 2020. راح تكون مرتاحة جدا من موضوع التجميل.